الذهبية القناة الأولى التلفزيون المصري عن برنامج الفايز أبي. أكبر برنامج مسابقات في العالم يجمع بين الآباء وأبنائهم معا في تحدي لم يسبق له مثيل. الآن ولأول مرة في الشرق الأوسط فقط على شاشة الأولى، آباء أتوا ليتفوقوا على أنفسهم وليتحدوا الآخرين. منافسات في السرعة، القوة، الشجاعة، كل هذا من أجل أبنائهم ولمعرفة من هو الأب الأقوى، الأب الأسرع، الأب الأشجع، الأب الأذكى. ترقبوا أضخم وأكبر برنامج مسابقات فقط على التلفزيون المصري، القناة الأولى. الفائز أبي